اخبار رائعه قادمه من الشرق من شرق الجزائر اخبار تتعلق بهزائم منكره لقوى استعماريه كبرى ودويلات صغرى مع حفتر هزيمه نكره تلقاها حفتر المدعوم اماراتيا سعوديا مصريا روسيا فرنسيا على الأقل من طرف هؤلاء إضافة إلى مرتزقة من تشاد ومن السودان ومن مجموعات إفريقية وحتى مرتزقة من دول غربية حسب بيانات لحتى للأمم المتحدة. طبعا الذي يقود في المايسترو هذا أو ينسق له من ناحية المحلية الإقليمية هي الإمارات. والمشرف الأكبر على القضية هي فرنسا. الروس التحقوا مؤخرا. ولماذا ليبيا؟ لأن مجموعة كبيرة من الأسباب لعلي تحدثت أكثر من مرة، خلونا اليوم فقط وسأعود إلى هذا الموضوع لأن هذا الموضوع يهمنا ليبيا أقل شيء لو ما يهمنا ولا شيء وهم إخواننا ليشتركوا معنا في كل شيء تقريبا، يهمنا أيضا أن لدينا ألف كيلومتر مربع من الحدود معهم، ويهمنا أيضا أن ليبيا ونتيجة حكم القذافي ما زالت هي الدولة الوحيدة في جيران الجزائر التي لا تعترف بحدود الجزائر وتطالب بحوالي اربعين الف كان يطالب بها المجرم القذافي عفوا ما زلت مزكوم فاعذروني اخواني اذا قلت فالاخبار جميله من هناك فقد انهزم حفتر على اسوار طرابلس وسقطت له اخر ما مواقعه في في طرابلس وتم تحرير طرابلس بشكل كامل وبالعكس اتجه الثوار الى مناطق اخرى خاصه الى ترهونه وهي جنوب طرابلس حيث تجري هناك معارك ايضا الان بينما في بنغاشير في مطار طرابلس الدولي وفي اماكن اخرى هزيمة حفتر هزيمه النكره وفي الحقيقة حفتر بدأ هذا الهجوم قبل 14 شهر بالضبط في 4 أبريل 2019 بدأ هجوم حاد وكان من مبررات هذا الهجوم أيضا كانت بعض القوى تخشى انتصار سريع للثورة الجزائرية للحراك الجزائري فكانوا يريدون أن يضمنوا أن تكون طرابلس تحت حكم أحد العسكريين المجرمين لعلهم يفكرون فيما بعد بالقيام باعمال الى الجزائر في داخل الجزائر وتونس بطبيعه الحال لكن هذه الهزيمه وبعد 14 شهر من دعم اماراتي فرنسي روسي سعودي مصري هي في الحقيقه انتصار لكل احرار العالم هي انتصار لنا هي انتصار لاخواننا بطبيعه الحال في ليبيا ايضا ما زالت المعارك موجوده في مدن اخرى ما زال حفتر يسيطر على مناطق شاسعه خاصه منطقه الشرق وعاصمتها بنغازي وما زال البترول الليبي يباع بالتهريب عن طريق الاماراتيين وما زالت الاسلحه الاماراتيه والمرتزقه الروس وبعض المرتزقه الغربيين وجنود فرنسيين ومصريين ما زالوا يقاتلون مع حفتر لكن هذه بدايه وهي بدايه مهمه للغايه لاعاده الثقة للذين كانوا يخشون من سيطره حفتر على طرابلس ومن ثم على ليبيا كامله فحي الله احرار ليبيا ثوار ليبيا حي الله احرار الناس والعالم في كل مكان وليس بعيدا في الحقيقه على على ليبيا كان اليوم احد احرار تونس في 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 المجلس النواب التونسي ادلى بتصريح كم اعجبني يعني كم اعجبني فاردت ان تسمعوا منه جزء وخاصه انه مرتبط ايضا بما يجري في ليبيا وبالثوره المضاده عموما التي تقودها الامارات والسعوديه اسمعوا الى ما يقول هذا النائب واسمه عبد اللطيف العلوي اسمعوا ماذا يقول عن الامارات والسعوديه من خلال قنوات العبرية والغد وسكاي نيوز إلى آل ناقص وآل منشار وآل طحنون ونقول لهم أدام الله خيباتكم وهزائمكم ونقول لهم نحن لم نأتكم ولم نتدخل في انتخاباتكم لم نتدخل في انتخابات أجمل ناقة ولم نتدخل في انتخابات اجمل ماعز فلماذا تحشرون انوفكم في شؤوننا ولماذا تتدخلون في انتخاباتنا ومتى ستكفون عن التسليه بدمنا بدم اشقائنا كلمات قويه قالها في الحقيقه، وكما اعجبني عندما استهزا بهم وقال لهم أنا لا نتدخل في اختيار احسن معزة عندكم ولا في اختيار أحسن ناقة ولا في اختيار أحسن حمار أحيانا يعني السفهاء هناك الذين يسيطرون على أقدس أراضي المسلمين في الجزيرة العربية ككل يقومون بأحيانا بتفاهات ليس لها معنى مرة أحدهم هذا حاكم دبي اشترى اشترى عزكم الله حمارة صغيرة لا تذكر رقم يومها لكنه كان رقم ضخم تجاوز المئة ألف المئة ألف جنيه بريطاني أعتقد أنه كان في حدود مئة ألف جنيه بريطاني قبل سنتين وثلاثة حتى كنت علقت عليه في تويتر يعني وقلت لا زلت لا أعرف ما الذي أعجب أمير هذا الأمير في شراء حمارة صغيرة جحشة صغيرة بهذا المبلغ الذي كان يكفي ليطعم عشرات الآلاف من الذين لا يجدون اكلا. لا اقول فقط في افريقيا وفي اماكن اخرى وفي اسيا ولكن في اليمن الذي دمروه تدمير هائل. اليمن اخرجوه واليمن ذو حضاره تمتد الاف السنين. السعوديه والامارات والمرتزقه الذين معهم وبدعم امريكي غربي تم تدمير تقريبا شبه كامل، اليوم المعلومات تقول ان 80% من الاثار التاريخيه لليمن قد دمرت تماما. طبعا هناك الحوثيين ايضا وما يقومون به من كوارث، لكن يبقى الحوثي في نهايه المطاف يمني. والصراع كان يجب ان يحل بين اليمنيين لولا تدخل هؤلاء المجرمين الذين لا يجدون مكان تقوم فيه ثوره. أو تقوم فيه الناس تنتفض على حاكم مجرم إلا وتدخلوا وما مصر منا ببعيد مصر نجحوا فيها على الأقل لحد الآن بوضع معتوه السيسي الذي راه يؤدي مصر إلى إلى كوارث في سوريا هدمت سوريا على رؤوس أصحابها بحاكمها وبالإيرانيين وبالروس وبيهم هم بالسعودية والإمارات وغيرها حي الله حرار ليبيا على هذا النصر المشهود وان شاء الله سيكتمل هذا النصر بتحرير ليبيا كل ليبيا